خبر عاجل لكل اخواتي الزملكاوية، رسميا تجديد عقد كارترون لمدة 3 سنوات. ارقام كارترون مع نادي الزمالك: لعب 57 مباراة كمدير فني، وكسب 38 مباراة، وتعادل في 14 مباراة، وخسر 5 مباريات. وبطولاته مع نادي الزمالك: بطولة دوري، بطولة سوبر افريقي، بطولة سوبر مصري. سؤال ليك انت، مع تجديد كارترون لنادي الزمالك من جديد؟ ده اللي تكتبه عندك في التعليقات. سلام.